فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أشكل علي جواز لبس ملابس الكفار مع تحريم التشبه بهم بالملابس وغيرها. يا أخوان، لباس الملابس ما فيها تشبه، الملابس يستعملها المسلمون والكفار ما فيها تشبه، إنما إذا كانت على شكل ملابسهم، على شكل ملابسهم فلا تلبسها، أما إذا كانت على شكل ملابس المسلمين فلا مانع من استعمالها. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.